السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة من فضاء حر، والتي سنناقش فيها واقع الحريات الإعلامية في اليمن منذ الانقلاب عام 2014 وحتى اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل. تعرض واقع حرية الإعلام في اليمن لفترات قمع وتضييق متعددة، لكن ما حصل منذ انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع في سبتمبر عام 2014 تعدى كل ما كان متوقعا من مصادرة للحريات وقمع وتكميم للأفواه. مجزرة إعلامية حلت بالوسط الصحفي والإعلامي منذ الانقلاب أتت على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة دون استثناء، فلم يعد من الممكن اليوم أن نسمع أو نقرأ لأي قناة أو صحيفة أو موقع إلكتروني لا يتفق مع سياسة سلطة الأمر الواقع المتمثلة في ميليشيا الحوثي والمخلوع. آخر تلك الانتهاكات كان قبل أيام، حينما اقتحمت الميليشيا مقر قناة السعيدة واختطفت مديرها، كما قامت في الوقت ذاته باختطاف عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام الدكتور يحيى الجبيحي واثنين من أبنائه واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وقبلها العديد من الانتهاكات التي طالت الإعلاميين تنوعت بين القتل والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والفصل من العمل وغيرها من الانتهاكات. اتحاد الصحفيين الدوليين في تقريره العام الماضي صنف ميليشيا الحوثي كثاني جماعة بعد داعش في ارتكاب الانتهاكات ضد الصحفيين، كما قامت العديد من المنظمات المحلية والدولية بدعوة ميليشيا الحوثي والمخلوع للتوقف عن الاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والإفراج عن الصحفيين المختطفين، لكن ذلك لم يحدث. عن واقع الإعلاميين والإعلام في اليمن ومدى تدهور حرية الإعلام والصحافة ستكون حلقتنا لهذا المساء من فضاء حر، مع ضيفينا من عمان الكاتب الصحفي عبد الله دوبلة، وكذلك من صنعاء رئيس تحرير صحيفة الهوية محمد العماد. مرحبا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ السؤال المشترك مع الأستاذ عبد الله دوبلة من عمان. أستاذ عبد الله، المسؤول أو من المسؤول عما وصلت إليه حالة التكتيم الإعلامي وعدم بقى أي صوت غير صوت الانقلابيين في اليمن؟ أهلا بك أخي الكريم. بطبيعة الحال هذا نظام انقلابي أو ميليشيا انقلابية طائفية، من طبيعتها وهادية الرأي لا تقبل الآخر، وكذلك كل الذي حصل منذ الانقلاب حتى الآن هو تكريس الطائفة الواحدة، الصوت الواحد، الرأي الواحد، لا تقبل أي أحد آخر إلى جانبها. لذلك كل الصحفيين غادروا صنعاء، من لم يغادروا معتقل، لدينا 10 زملاء صحفيين معتقلين منذ عام ونصف في سجون الميليشيا دون سبب، إلا أن هذه الميليشيا لا تقبل بوجود صحفيين يعملون من داخل صنعاء. وكذلك كل الصحف أغلقت، كل القنوات أغلقت، حتى السعيدة التي تحولت إلى قناة بدون طعم أو لون كما ذكرتم في التقرير السابق تم إغلاقها على الرغم من غيابها وعدم تبنيها خط سياسي. نعم أستاذ عبد الله، إذن نعم. نكتفي بهذه الإجابة. إذن أنت تحمل ميليشيا الحوثي والمخلوع عن كل الانتهاكات والتكميم للحريات الصحفية في اليمن. إذن أنت توجه بنفس التساؤل للأستاذ محمد العماد. أستاذ محمد، من وجهة نظرك أنت من المسؤول عما وصلت إليه حالة التكتيم الإعلامي وعدم بقاء أي صوت غير صوت الانقلابيين في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بك أخي العزيز وزميل الأخ عبد الله. فيما يخص ما أخ عبد الله فيما يخص ما وصلت إليها الحال في الإعلام بشكل عام باليمن، وعلى ما تكلم به الأخ عبد الله، قال جميع الإعلاميين، أبدأها بكلمته عندما قال جميع الإعلاميين غادر، وهذا من الشيء الطبيعي، لأن ما حصل خلاف سياسي بين طرفي، كان الطرف الأقوى إعلاميا هو الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي والتجمع اليمني للإصلاح، وعندما ذهبوا ذاك الإعلام اختفى أكثر تقريبا من 70% من الصوت الإعلامية، بعكس ما كان موجود مع أنصار الله أو المؤتمر الشعبي العام. ولهذا لا يصح بأن نطرح قمع وما قمع، وهناك صراع سياسي كان حاصل بين نعتبرها بين تيارين إعلاميين، التجمع اليمني إصلاح طرف
وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام طرف وغير ذلك. إذا أنت تحمل نعم أستاذ محمد بعكس ما هو نعم. لم نجد الصوت لا في مأرب ولا في عدن. نعم طيب أستاذ محمد نكتفي بهذه الإجابة، سندخل في النقاش بشكل أوسع. في نعم أستاذ محمد سندخل في النقاش بشكل أوسع، إذا نكتفي الإجابة أنت تحمل جميع الأطراف بمن فيهم الإصلاح والمؤتمر والرئيس عبد الرب منصور هادي والجميع ما وصل إليه حال الإعلام، هذه الإجابة منك. إذا ابقى معي وأيضا ضيفي من عمان الصحفي عبد الله دوبلة. سنذهب الآن مشاهدي الكرام لمتابعة هذه المادة التي أعدها الزميل أسامة القطيبي عن واقع الإعلام والحريات الإعلامية والاختطافات والانتهاكات منذ الانقلاب وحتى اليوم، نتابعها ومن ثم نعود. في 7 سبتمبر الجاري اختطفت ميليشيا الانقلاب الصحفي والأكاديمي يحيى الجبيحي واثنين من أبنائه، كما قامت ميليشيا الانقلاب قبل أيام باقتحام مكتب قناة الصعيدة واختطفت مديرها. وخلال عامي 2015 والنصف الأول من عام 2016 تم توثيق الانتهاكات التالية بحسب تقرير نقابة الصحفيين: مقتل ما لا يقل عن 18 إعلامي، 110 حالات اعتقال وخطف وملاحقة، 10 حالات شروع بالقتل، 11 حالة تعذيب، 37 حالة اعتداء بالضرب، 27 حالة اعتداء على مقر إعلامية، 8 حالات نهب لممتلكات وسائل الإعلام، اعتداءان على ممتلكات صحفيين، 36 عملية إغلاق مكاتب قنوات وصحف، 113 حالة حجب لمواقع إلكترونية، 19 حالة إيقاف لرواتب الصحفيين، فيما لا يزال 14 صحفيا قيد الاختطاف في سجون ميليشيا الانقلاب بصنعاء حتى الآن. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع ضيفي من عمان الأستاذ والكاتب الصحفي عبد الله دوبلة. أستاذ عبد الله، إذن ربما كانت إجابة الأستاذ محمد العباد من صنعاء يحمل جميع الأطراف مسؤولية ما وصل إليه الإعلام اليوم، أنت كيف تقرأ تدهور مستوى حرية الإعلام أم تتفق مع ما طرحه العماد؟ تفضل. بشير، أنا سمعت لما قال محمد العماد، هذه مغالطة واضحة. الكثير من الإعلاميين، صحيفة الشارع مثلا، من تتبع صحيفة الشارع؟ تتبع المخلوع عطاش، ومع ذلك أغلقت، لأن التيار الإنقلابي لا يتحمل وجود آخر إلى جانب. مثلا الصحفي نبيل تبع تم الإعداء عليه وإطلاق الرصاص عليه من ميليشيا الحوثي، وهو نبيل تبع معروف أنه مستقل لا يتبع لصلاح ولا يتبع. لذلك العداء للإعلام والصحافة هو عداء لكل الإعلام من حيث هو إعلام، وليس عداء لتيار سياسي معين، هو عداء لحرية الكلمة، هو لأجل تكريس ميليشيا طائفية هادية المنقلبات تستخدم السلاح، لا تقبل الرأي والرأي الآخر، لا تقبل الحوار السياسي. هذه طائفة في الأخير هي ميليشيا، ومستحيل أن نطالب من الميليشيا، أو من المستحيل أن تكون الميليشيا دولة محترمة تحترم الرأي والرأي الآخر وتحترم حرية الرأي وحرية الصحافة. نعم، إذن أنت لا تحمل طبيعتها، يعني يتحمل المسؤولية الكاملة ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. نعم نعم. طيب أستاذ محمد العماد، إذن الأستاذ عبد الله دوبلة يحمل ميليشيا الانقلاب المسؤولية الكاملة عن ما وصل إليها الإعلام اليوم. أخي العزيز والزميل عبد الله، أتمنى أن نكون شفافين عندما نستشهد بالشارع. الشارع من هاجمت الإخوان ومن هاجمت الجميع ومن هاجمت واليمن والأولى، ومع ذلك تتبع ياسر العواضي، ومع ذلك أقول للعالم لم يوقفها أنصار الله، وإنما سياسة ياسر العواضي لم تطرح لأي جهة بسبب الأحداث، لأن صحيفة كانت تتبع الانتهازية والابتزاز لأي طرف من أجل مشروع خاص يتبع ياسر العواضي، ولهذا لا نستطيع أن أوقفهم. أوقفت نفسهم ومطابع هذه الصحيفة شقالها اليوم، وصحيفتي تطبع فيها، ولهذا لا نزايد ولا نطرح بأنه أقفلوا صحيفة كذا. أستاذ محمد حتى لا نعم أستاذ محمد اسمح لي، حتى لا نتحدث عن صحف بعينها، احنا نتكلم عن حرية الإعلام. أستاذ محمد اسمح لي، يجب علينا الطرفين إن كان الذي في الخارج أو الذي في الداخل أن كل طرف يحفظ على الثاني، نتحاكى بشفافية. ما تم الآن هو صراع إعلامي، صراع تم نقل الصراع السياسي إلى 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 مربع بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وبين الرئيس السابق هادي وبين الإصلاح. ما تم اليوم هو قتل إعلاميين من أنصار الله، توقيف حبس إعلاميين في الجنوب من أنصار الله، واستبدالهم في صفقات أسرى، ومع أن الإعلام يخرج منها، ومع هذا لم نتكلم، نطرح الموضوع بحذافيرة إن كان هنا. ولكن بحسب تقرير نقابة الصحفيين، أستاذ محمد نعم اسمح لي، أستاذ محمد اسمح لي، أستاذ محمد تكون في
في الواجهة. نعم استاذ محمد بحسب استاذ محمد اسمح لي، ما هو الحاصل الان؟ لا انا هل تسمعني؟ ونقول هو بس انتهاك تجاه الاصلاح ولا استاذ محمد تسمع لي الان؟ اشياء ترد لي بصدق عندما اتكلم على الانقلابيين. اين الاعلام المحايد في مأرب؟ اين الاعلام المحايد في الجو؟ قبل ان نتحدث عن الاعلام المحايد استاذ محمد، بالعكس استاذ محمد صوتي الان. استاذ محمد اسمح لي لو سمحت، استاذ محمد اسمح لي، في يعني اخر تقرير من نقابة الصحفيين، اخر تقرير من نقابة الصحفيين اليمنيين تحمل ميليشيا الحوثي 80%، وهذا تقرير من نقابة الصحفيين بسبب المشاكل التي وصل إليها الإعلام. الاختطافات قامت بها ميليشيا الحوثي، الاعتداءات التي مورست قامت بها ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. إذن كيف يمكن أن تساوي بين يعني الحكومة الشرعية التي لم يعني ربما حدثت بعض الانتهاكات مع الانتهاكات الجسيمة 80-90% ما قامت بها ميليشيا الحوثي؟ أخي بشير، أخي نعم. بشير لو سمحت، نعم. نكون واضحين عندما نتكلم عن نقابة الصحفيين. نقابة الصحفيين ندرك بأن الممثل ها يوجد في الرياض. أخي العزيز يجب أن نطرح النقاط على الحروف، وألا نطرح الآن تقرير نثبت تقرير من الذي أداه. أداه الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي والشلة تبعه. طيب بعيدا عن أتكلم عن لك عن واقع موجود في صنعاء الذي ينتهك. شوف أديك بصراحة، أنا على الهواء أقول بصراحة، نعم نعم. الآن من يحارب في الإعلام إن كان يتبع التجمع اليمني للإصلاح يتم التركيز عليه من المؤتمر أو من أنصار الله، هذا موجود. نعم. مع الطرف الآخر في مثل ما يتعامل الطرف الآخر في مأرب أو عدن بعكس ما يتعامل. هل قناة السعيدة قناة السعيدة تجمع اليمني للإصلاح؟ قناة السعيدة هل تتبع التجمع اليمني للإصلاح؟ ربما هذا الوسيلة الوحيدة التي بقت في موقف المحايد. أخي العزيز، أول مدير قناة السعيدة أفرج عنه يوم أمس. قناة السعيدة الذي ما تم الاتفاق بين قناة السعيدة وبين وزارة الإعلام وبين اللجان الثورية السابقة على التزامات، الآن دخل المجلس السياسي أفرغ هذه كلها، أفرج على مدير القناة. سوف تعود القناة خلال 48 ساعة، وأتكلم وأحمل وأعتقد بأن إذا عندي كذب، إذا لم يتم الإفراج عن مدير قناة السعيدة أتحمل المسؤولية أنا. تم الإفراج علي يوم أمس، وتم تدخل المجلس السياسي، وتم تدخل بالقانون عندما قالوا بأنه موقف لدى ولم يتوقف لدى ميليشيا، توقف في قسم تبع وزارة الداخلية، وتم المعاملة نعم. عبر المجلس السياسي والإفراج عن. طيب أستاذ محمد تعود. نعم جميل ما طرحت أستاذ محمد صراحة نعم بالقانون نعم. التركيز على إعلامية الإصلاح نعم. طيب أستاذ محمد، إذن بالقانون كما تحدث الأستاذ محمد العماد أستاذ عبد الله دوبلة، بالقانون تم يعني أخذ مدير السعيدة والتحقيق معه وفقا للقانون، والآن سيتم الإفراج عنه. أما الإصلاح فربما هي جبهة، والحوثيون والرئيس المخلوع يتعاملون معهم ليس إعلاميا ولكن بتعامل سياسي. طيب يا بشير، الدولة بجميعها مختطفة، هذه شلة سارقة فاسدة لصوفية. هذا الذي يتحدث محمد العماد، لديه سيارتين من سيارات الرئيس عبد الرب منصور هادي أخذها على نقله جلال حين دخلوا إلى صنعاء. عبد الرب منصور هادي الذي عامل هذه الميليشيا بكل احترام وبكل أدب وأدخلهم إلى صنعاء. قناة المسيرة فتحت مكتب لها وبثت من صنعاء حين كان عبد الرب منصور هادي رئيسا في صنعاء بدون مزايدة. حرية الإعلام كانت متوفرة للجميع. كان هذا محمد العماد يطبع صحيفة صفراء اسمها الهوية، وكان يعامل باحترام من قبل عبد الرب منصور هادي ومن قبل الجميع. حين دخلوا الحوثيون إلى صنعاء لم يسمحوا لأحد بالعمل الإعلام من داخل صنعاء. تم إغلاق جميع الصحف، كم تم إغلاق جميع القنوات. هذه حقائق لا يمكن أن نغطيها ببعض الكلام السامج أو الخفيفة خفيف العقل، هذا يمر على خفيفية العقل نعم. أو الذين لا يتابعون، لكن هذه حقائق معلومة. هذه طائفة لا تقبل أحد، هذه ميليشيا عسكرية لا يمكن التعامل معها إلا بوفق القوة وبوفق المقاومة وبوفق الجيش الوطني. وأنا أحيي الجيش الوطني الذي حقق انتصارات كبيرة هذا اليوم في صرواح، ولذلك لا يمكن أن المناقشة هذه تصل باعتبار انتهاكات صحفية أو على هذا النحو. لا، هذه جرائم كبرى وجسيمة لا تسقط بالتقادم، وكل من ساهم فيها من محمد العماد إلى أخوه علي العماد إلى محمد المنصور في الثورة، كل هؤلاء سيقدمون للمحاكمة. الكلام على القانون الآن كلام سامج، لا يوجد أي قانون، توجد ميليشيا منقلبة. أي محاكمة تقصد أستاذ عبد الله؟ أي محاكمة التي ستقدم إليها؟ نعم أستاذ عبد الله، أي محاكمة، أي محكمة ستقدم إليها؟ القانون سيقدم، كل هؤلاء المجرمون
والمنتهكون لحريات الرأي ولحقوق الإنسان إلى المحاكمة. أي محكمة؟ أي محكمة تقصد؟ جزاهم العادل. أستاذ عبد الله، أي محكمة تقصد تقديم هؤلاء من ذكرتهم بالاسم إلى المحكمة؟ هنا تأتي أخي بشير، الدولة ستأتي. لا نقول أن هؤلاء خلاص نهاية التاريخ، هؤلاء حالة طارئة على الزمن، حالة طارئة على التاريخ، ولذلك ستنتصر الدولة، سيعود اليمنيون إلى أوطانهم وسيقدمون هذه الشلة الفاسدة الطائفية للمحاكمة وسيتم اكتفافهم. بطبيعة الحال هؤلاء جرثومة خبيثة دخلت الجسد اليمني على حين غفلة، ولا يتم تطهيره بإذن الله. نعم. طيب أستاذ عبد الله، إذا أستاذ محمد، ربما الأستاذ عبد الله دوبلة يتحدث بأنه يجب تقديمكم والكثير من الإعلاميين للمحاكمة. إيش إعلاميين؟ هؤلاء مجرمون. بطل المصطلحات يا بشير. هو صحفي ويرأس صحيفة ومن حقه أن يجيب. هو أستاذ عبد الله، نعم اسمح لي أستاذ عبد الله. ليس صحفي. نعم. هذا ميليشاوي سرق مليارات وملايين الريالات من شركة صافر ومثبتة بالعماير ومن طيب أستاذ عبد الله. نعم. من دعلي البخيتي. نعم. هذا لس. طيب أستاذ عبد الله، سأعطيك المياه تتكلم. إذا تفضل أستاذ محمد العماد، كيف تعلق على ما سمعت؟ أخي العزيز، فيما يخص الأستاذ عبد الله، أقول له الحلقة هي مخصصة في الانتهاكات الإعلامية، وإذا كان في حاجة إن شاء الله في حكومة ستكون للجميع، وأنا مستعد أتحاكم إن صح أن عندي ريال من النفط أو غير النفط، مستعد أن أتعلق فيها ما يخص في هذا. نعم. الشيء الأهم، أنا تكلمت عن القانون عندما أفرج عن مدير قناة السعيدة وتم الإفراج عليه يوم أمس. الشيء الثاني، أولا الأخ عبد الله والله حسسني قبل 2011 أني كنت في عند طيور الجنة، لا يعلم منه تم تفخيخ سيارتي وأنا إعلامي وتفجيرها، وصلت شارع الزبيري في 2013 وتم إسعافي ومعالجتي لأكثر من 3 أشهر وأنا إعلامي. لا أتكلم عن الماضي ولا أريد أن أتكلم عن الماضي، أنا أتكلم عن وقائع. لا تقول لي علي أننا عنصري، بالعكس أنا العنصرية الذي يتخاطب طيب. معي بعنصرية مثلك، حتى لا نحول الحديث مثلك. نعم. الذي لا يعترف بأننا نعم. إعلامي حتى لا نحول الحديث شخصي بينك وبين نعم. نتحدث عن الإعلام وحرية الإعلام. نعم. أخي بشير. نعم. أخي بشير. نعم. أخي بشير، كنت أتمنى أنك تقاطعه وأن تقول له لا يتحول لشخصي، وأنا لن أحول لشخصي، لأن الحمد لله مهما تكلم أنا أعتبر أنه ابن وطني، مهما اختلفنا في النهاية نتصافح، في النهاية نرجع كيمنيين يد واحدة، خال اختلفنا بالسياسة ولكن تجمعنا أهداف خرجنا فيها في 2011 ولا يمكن. جميل أستاذ محمد، هذه اللغة الجميلة التي تتحدث بها. نعم. أستاذ محمد، سؤال ربما مباشر لك، أنت ترأس صحيفة نعم أستاذ محمد اسمح لي، أنت ترأس صحيفة الهوية، صحيفة لا زالت تعمل في صنعاء. نعم. ويسمح لك بممارسة ما تريد في صحيفتك، هل يعني تضامنت ولو بمنشور واحد ولو بخبر واحد ولو حتى بعنوان في صحيفتك مع الصحفيين المعتقلين منذ أكثر من عام ونصف في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع؟ أخي العزيز، أنا تضامنت لك الحمد لله كشق، تضامنت وتهاجمت وتم الهجوم علي أكثر من مرة من حملات إعلامية، ومن ضمن الحملات الإعلامية الذي الأخ عبد الله أنجر إليها فيما يخص البخيتي، وهو سبب هاجمني البخيتي لأنني هاجمت إيران ولأنني عريت المشروع الإيراني في اليمن، وثم ألصقوا فيني تهم ولم يثبتوها بورقة واحدة، ولكن عديناها وقلنا الحمد لله لأجل اليمن فليتكلم وتكلموا، فستأتي حكومة وسأقدم نفسي للمحاكمة إن صح أن عندي شيء في الحكومة القادمة إن شاء الله أن يتخذها حق الماضي. أستاذ محمد، نعود لسؤالي وآخر تضامن مع قناة السعيدة، وقدمت نعم. وقدمت أمام الكل تضامني. نعم، تضامنك ربما وجدنا بعض حتى يعني نكون منصفين في صفحتك على الفيسبوك، أما في صحيفة الهوية لم نرى حتى عنوانا واحد بهذا الخصوص. لا لسبب واحد، لأن قناة السعيدة رفضوا إعطائنا بيان أو تصريح، ولهذا أنا لم أتكلم، وقالوا لنا إن القضية هم من طلبوا منا إن القضية ستحل وحلت الآن وتم الإفراج عن مدير القناة وليس مني أنا. لماذا تحصر الحديث أستاذ محمد؟ تحصر الحديث في قناة السعيدة وكأنها أستاذ محمد، لماذا تحصر الحديث في قناة السعيدة؟ يعني بقية الصحف، بقية القنوات، مئات المواقع الإلكترونية، عشرات القنوات والإذاعات والصحف أغلقت جميعها. أخي العزيز ما نعم. تم إغلاقها خطأ، وما يتم الآن أشكان هذا الحين إعلامي بزني لا مارب، أنا إعلامي بزني لا عدن، والله ما أنت نفسك أنت تتحدث سير عدن، الأخ عبد الله نفسه يعلم بأنهم تم التفجير وهو وسط المبنى، ويعلم بأنهم كانوا يهددوا في عدن وهو وسط عدن.
أقصد أنا لا نجيج لا وجه للمقارنة أستاذ محمد. أستاذ محمد حتى نكون منصفين أستاذ محمد الإعلام نفسه. أستاذ محمد أنا أضمن لك وأنسق لك وألتزم على هون مباشرة نعم بأن نعم. تنزل إلى مأرب وتغطي بمهنية وحيادية ولك حق الأمان بعيدا عن المزايدة أستاذ محمد أنت خلاص. تعلم الآن في 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 صنعاء في صنعاء حتى من يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي يتم يعني اعتقاله وتهديده وتهديه بالتصفية لمجرد بوست على مواقع التواصل الاجتماعي يا محمد أنا أخي بشير أنا نعم. أنا نازل وأنا أقول لك أمام العالم أنا نازل واضمنوا نعم أخي ما بيضمنوش الإعلاميين حكم حياتهم أخي نكون منطقيين صراع قذر بين صراع قذر دخل الإعلام فيه صراع سياسي الحاصل نعم. دخلوا الإعلام فيه جروا الإعلام فيه أنا نفسي أنا الآن أنا نوص الصنعة محسوب لو تكون لو أقول لك إني أتضامن لو أقول لك كذا محسوب عند الإصلاح بأننا حوثي تسمع رافضي مجوسي عنصري والله لو تقول إن أي موقف مهما كان من المتسبب بوصول هذا اللغة من المتسبب أستاذ محمد من العقلاني أستاذ محمد عند من الطرف المتسبب الآخر نظرة نفس النظرة إني بشير داعشي نعم من الذي أوصل اليمنيين إلى هذا الحالة من الاحتقان وهذا التصنيف هي ميليشيا الحوثي والانقلاب الذي حدث عام 2014 أوصل اليمني أو يا أخي بشير أخي نعم. بشير أنا فجروا سيارتي قبل ما يجي الحوثي وفجروا وصل صنعاء وكان الحاكم الإصلاح ولكن أقول لك أوصل اليمن بشكل عام أوصلوا كل القادة السياسيين الذي وصلوا اليمن لما وصلنا إليه نعم. ولم يوصلها الإعلام ولم نعم. يوصلها الحوثي وحده الكل يتحمل السبب الذي صفق للحوثي في 2011 يتحمل السبب الإصلاح ويوم خرج معه والذي صفق في 2014 يتحمل معه الطرفين السبب إذن 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 الإصلاح سبب نعم. في 2011 والمؤتمر سبب في 2014 نعم أطرح تساؤلك لي الأستاذ عبد الله دوبلا إذن الإصلاح مثل ما صفق للحوثي عام 2011 ورحب به فيعني لا مانع من صفق له في عام 2014 وقبل بالوصول الى صنعاء واسقاط مؤسسه الدوله استاذ عبد الله دوبله اذا يبدو ان استاذ عبد الله دوبله فقدنا بالاتصال سنعود بالاتصال بالتاكيد اذا اعود اليك استاذ محمد فيما يخص الان حاله الصحفيين المعتقلين هل لديكم أي معلومات تواصلتم مع المعنيين في صنعاء وأنتم مقربون منهم ولكم خطوط تواصل معهم على الأقل يعرف أهالي أسر هؤلاء الصحفيين أين هم مختفون وكيف حالتهم الصحية وما هي الأوضاع التي تمر بهم أنا أكلمك بكل صدق في السابق لم أحد يستطيع أن يتكلم عندما كنا نتكلم كان يدونا شعار العدوان ممنوع أحد يسأل هذه مسائل سياسية الآن الحمد لله والفضل لله تم التواصل مع المجلس السياسي والذي بتكون المعاملة معه أفضل بسبب شيء واحد إنه نقول على حسب إعلامكم يدعي أما نحن على حسب أقول لك إنه ينفذ القانون وينفذ الشرعية عبر مجلس النواب وألتزم لنا بأنه سوف يشكل سميها لجنة إعلامية سوف تتم الدراسة الإعلام بشكل عام وسوف تتكلم عن المعتقلين وعن حرية الإعلام وسوف يصدر هذا القرار خلال هذا الأسبوع وهذا الذي نتكلم حول الإعلام بشكل عام نحن نتكلم في صنعاء الحرية في صنعاء صحيح الذي بصراحة وليس مجاملة لأي طرف الذي تحملوا الخطر في صنعاء مثل ما تحملوا الخطر في مأرب هم الإعلاميين في مأرب لا نستطيع أن نرى حوثي في مأرب مثل ما لا نستطيع أن يقبل حوثي إصلاحي في صنعاء نعم. هذا بكل وضوح بدون سياسة طيب ولم أتكلم نعم. بالسياسة طيب أستاذ محمد اسمح لي محمد ما يتم في صنعاء نعم. جميع الناصريين لا نعم أستاذ محمد اسمح لي الآن أعود للأستاذ عبد الله وبعدين سأعود إليك وأعطيك الوقت نعم. لتتحدث بما تريد أستاذ عبد الله عدنا لك من جديد ربما الأستاذ محمد العماد قبل أن نفقد بك الاتصال حمل الإصلاح هو من رحب بجماعة الحوثي وأدخلهم في عام 2011 ويجب عليه أن يتحمل أذاهم وأيضا كما أيضا يتحمل من قام بجلبهم في عام 2014 وتم إسقاط الدولة تفضل أن يكون محترما أن يكون وطنيا أن يكون يقبل الجميع يعني بالله عليك أن نقول الله خلقت الإنسان السيء إذا أنت الله سيء هذا كلام مش صحيح الإصلاح قبل بالحوثي بيتبرح شريك في هذا الوطن يعني ليس هذا الوطن ليس ملكا للإصلاح حتى يقبل أو لا يقبل من يكون شريكا في هذا الوطن هذا يحسب الإصلاح وهذا يشكر عليه الإصلاح لكن الحوثيون هم طائفيون ليسوا يمنيون هذه فئة حاقدة اليمن وحاقدة على اليمنيين وهي تكره كل ما له صلة باليمن وباليمنيين ولذلك سينتصر اليمنيون على هذه الفئة الطاغية الفئة الباغية
الفئة التي دخيلة على النسيج الاجتماعي اليمني، وسيعود اليمنيين وطنهم، وستعود هذه الفئة إلى نعم إلى جحورها وإلى نعم. دناءة نفوسها. طيب استاذ عبد الله، لماذا برايك نعم نعم استاذ عبد الله نعم استاذ عبد الله، لماذا اذا برايك لم يتبقى الا بعض الصحف يعني تعد بالاصابع التي لا زالت تعمل باسم الصحف؟ صحف محمد العماد، انا والله ما تطلع في صنعاء، صحف محمد العماد الطائفي، صحيفه العابد المهذري الطائفي، صحيفه الثوره اعطوها لمحمد المنصور الطائفي، ليس لهم، لا يوجد غيرهم الان في صنعاء. نعم يتكلمون مع انفسهم، يعني يخاطبون انفسهم، ولذلك دعهم مثل الاطفال يتسلون لبعض الايام، ولكن في الاخير سيعودون الى حقنهم الطبيعي، سيعلمهم اليمنيون منهم، وسيحضر اليمنيون لو استعود العاصمه صنعاء اليمنيين، وسيعود لو استعود حريه الصحافه، واستعود نعم. اليمن القها والعاصمه لابنائها. نعم، كيف تقيم موقف زملاء المهنه على الاقل من هم الان في صف ميليشيا الحوثي والمخلوع مما يتعرض له زملائهم في صنعاء وفي سجون الميليشيا؟ كثير من الزملاء، انا كنت احترم كثير من الزملاء في حركه الحوثي حينما كانوا كانت هذه الجماعه مضطهده، وكنا نحضر معهم، انا الكثير من الصحفيين كنا نحضر مع هذه الجماعه لاعصامات امر رئاسه الوزراء، وكنا نوقع البيانات المطالبه بالافراج عن سجنائهم، وكنا نتعامل معهم باحترام، لكن حينما انقلبت هذه الفئه الباغه وجدنا هؤلاء الزملاء اشبه بكاظورات تلتحق نعم. بجماعتهم القبر. استاذ عبد الله بعيدا عن الالفاظ التجريحيه، استاذ عبد الله اذا تكرمت، بعيدا عن اللفظ، استاذ عبد الله اعتذر عن اللفظ، استاذ عبد الله لكن استاذ عبد الله ارجوك يعني بعيدا عن التجريح استاذ عبد الله اسمح لي، استاذ عبد الله اسمح لي واسمعني، بعيدا عن التجريح ارجو ان يكون النقاش يعني بمستوى يعني مهني بعيدا عن شخصنا والتجريح والى ما ذلك. الاستاذ محمد العماد يقول بان يعني كل الصحفيين وكل وسائل الاعلام لا زالت تعمل ما عدا من هم يعني بين قوسين يتبعون التجمع اليمني للاصلاح. يا بشير لا اتكلم عن الاصلاح، دع الاصلاح الان جانبا، ليس كيف في الاصلاح، لا ليس بتعطيرك في حزب الاصلاح. استاذ عبد الله انا لا اريدك ان تدافع عن الاصلاح، لكن هو يقول ان كل الاعلاميين، انا اتكلم عن الاعلام لا اتكلم عن حزب الاصلاح، اتكلم بان الاعلاميين لا زالوا يمارسون كل يعني حريتهم في صنعاء ما عدا من هم منتمون لحزب الاصلاح. سؤالك مفهوم واضح، الكثير من الاعلاميين نبيل سبيع، عبد العزيز المجيدي، من جميع التيارات ومن المستقلين ومحايدين غادروا صنعاء، لا يوجد احد في صنعاء، لا يوجد الا غير محمد العماد. لماذا غادروا؟ بسبب الانتهاكات. محمد انت تعلم نبيل سبيع الداعري بالرصاص وكان سيقتل، نايف حسان ايضا ضرب في شارع الزراعه، كثير من المصاعدين يخافوا على حياتهم، وايضا تم مصادره ارزاقهم واوقاتهم ورواتبهم، كثير من المصاعدين لا يستلموا لهم مرتبات، صحيفه الثوره مسحوقه ومختطفه لمحمد المنصور ولواحد دعم لا ادري ما اسمه جيء به من صعده، وتم تعيينه مسؤولا كبيرا في الثوره ومسؤول عن الثوره لا اعرف حتى ما اسمه، وكثير من هؤلاء تم تعيين لصحيفه لوكاله الانباء من السبب ما اعرف اسمه الحوثي، يعني هذه اسره تتقاسم اليمن وكانها يثبوها يعني، ولكن في الاخير هذه حاله طارئه وشاذه لن تدوم، سنعود الى صنعاء وستعود حريه وستعود الصحافه. طيب استاذ محمد العماد لكن لكن اليمنيون اخذوا الدرس وتعلموا ألا يتضامنوا والا يحترموا اي احد من هذه الطوائف او من هذه. طيب استاذ عبد الله اسمح لي اسمعني استاذ عبد الله، اذا اعود للاستاذ محمد العماد من صنعاء. استاذ محمد العماد، اذا المضايقات ليست مقصوره كما تحدثت على من هم يدعمون حزب الاصلاح، ولكن هناك طال التكميم الافواه والاعتقالات والضرب والاعتداء على حتى الصحفيين من يعني مستقلين او محايدين، وضرب لك مثال كما نايف حسان وايضا نبيل سبيع، تفضل. اولا سيدي العزيز، فيما يخص نائب نبيل سبيع معروف التهمه ومعروف انه جو اللجان الثوريه وزارته والدوله وطلبوا منه عشان العلاج وطلبوا منه كل شيء، يعني في النهايه قالوا موضوع انه ما تحوش الى طرف. الشيء الثاني فيما يخص نائب حسان، نائب حسان التقيت به قبل اسابيع في عرس محمد العبسي وسط صنعاء وبيعرس ويرقص والله ما له علم ايش عند الاخ عبد الله. الشيء الاخر اخ عبد الله، خليني مجوسي، خليني عنصري، خليني سلالي، خلي السب الذي انت الذي مردود لك بنفس ما تطرحه، خليهم فيني، انسى. انا اتكلم الان عن الاعلام، يا اخي اطرح لي حاجه واضحه. انا كلمت الاخ بشير من البدايه، الذي يحصل الان
إعلام صراع سياسي من أجل المشاهد ألا نلوثه، خليه قد ملوث في الطائفية في كذا في كذا. إذا هذا التلوث نعم أستاذ محمد جميل، هذا التلوث أستاذ محمد في هذه الجزئية، هذا التلوث أستاذ محمد الذي تتحدث عنه. خليني أكمل، خليني أكمل. نعم. بشير بشير خليني أكمل لو طيب. سمحت. طيب تفضل تفضل لو سمحت أكمل فقط، خليني أكمل، خلي فيما 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 يخص هذا ونتكلم بشكل 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 رزين حول الإعلام. اعتبرني مجوسي، اعتبرني إيراني على ما قبل تطرح عنه، وخلينا ننظر على الذي بيحصل في اليمن. هل هو صراع سياسي أنعكس على بين هلالين على وسائل إعلام وإعلامية الإصلاح والرئيس السابق عبد الرب منصور هادي؟ هذا الذي تم إكفال جميع الوسائل، والذي نشكنا في البداية وطرحنا بأن 70% من الإعلام كان يملكها الطرفين، ولهذا لا نستطيع أن نقول بأن الإعلاميين كذا كذا. هنا الصحف الموجودة كانت تبع حميدة شيخ حميد وتبع جلال هادي، قفلت. نعم. أيش أفتح لها؟ وياسر العواضي قفل حقه لأنه أعجب ما أعجبش الوضع السياسي، ما يقدرش يشتغل فيها. يعني أقول له افتح بالصميل يا محمد عايش، وانت ومحمد وانت يا نايف حسن دحين محمد عايش من قفل يخص صحيفته. نعم فيما يخص محمد عايش وياسر العواضي وصحيفته الأولى والشارع تبع نعم. الإصلاح وسط الحسبة. أستاذ محمد بعيدا يعني الآن يعني الأولى والشارع هي تبع الانقلاب، وأنتم كلكم في يعني تعملون في داخل الصنعاء ومسموح لكم بما تريدون بعيدا عنهم. نحن الآن نتحدث إذن من وجهة نظرك. نعم طيب محمد السؤال فقط، سؤال محمد اسمح لي، سؤال محمد محمد اسمح لي حسسني أني صحيفة الأهرام. سؤال يا محمد، سؤال الآن الآن ما هي حسن النوايا التي ربما نبني عليها الآن كما تتحدث نصلح حال الإعلام؟ كما تعلم الآن 14 صحفي في سجون الميليشيا، ما الذي يمكن أن تعملوا أنتم ومن لديكم خطوط تواصل وأنتم قريبون من الميليشيا وتعملون في صنعاء؟ أعتقد بأن المحايدين الصحفيين الانتهازيين الذي ساكتين وسط صنعاء منتظرين لمن الغالب ومن المغلوب أن يخرجوا بكلمة صريحة وكلمة واضحة، ونشكل لجنة نكشف أولا أين الصحفيين الموجودين، أين الصحفيين الإعلاميين المعتقلين، نخرجها بشكل أمام الرأي العام. ألا نصدق المزايدات من جميع الأطراف. هل ستضمن عدم اعتقالهم خارج؟ هل ستضمن عدم اعتقالهم كزملائهم السابقين؟ هل ستضمن عدم اعتقالهم كما زملائهم السابقين؟ يا أخي يعني؟ أخي العزيز، أخي العزيز أدي لك بصراحة، أخي نعم. العزيز أخي العزيز، أنا أعتقد بأن الظروف السياسية بعد المجلس السياسي أفضل من اللجان الثورية. اللجان الثورية تم إغلاق السعيدة بعد المجلس السياسي عندما طولت وسط المؤسسات الدولة ولم تكن موظفين المؤسسات السعيدة. الدولة الآن المجلس محمد. السياسي الناس محمد فيه خير. نعم محمد، تم إغلاق السعيدة نعم. بعد تشكيل المجلس السياسي الذي تقول، يعني ما الذي تغير؟ يعني هو بنفس الأدوات ونفس يعني الانقلابي وتم الإفراج وتم الإفراج على مدير قناة السعيدة من المجلس السياسي والاعتذار له، والآن سوف تعود القناة السعيدة خلال 48 ساعة، والإفراج عليه كان يوم أمس وليس اليوم من أجل الله يقولوا أننا تكلمت الآن ومدري يكون موجود ولا لا. لا تم الإفراج عليه يوم أمس وستعيد السعيدة إلى ما كانت عليه. جميل، إذن الإعلام الحكومي، إذا تكلمنا على الإعلام الحكومي محمد، إذا تكلمنا على الإعلام الحكومي الآن كما تتحدث مجلس سياسي ويتعامل بالقانون، الآن كل وسائل الإعلام الرسمي الحكومي تعمل أداة وصوت من أصوات الحرب التي تستخدمها الميليشيا. نعم أخي العزيز، أولا نكون واضحين نعم. الإعلام الموجود ولا زال موجود هو إعلام طرف واحد في صنعاء، وبه معاه التوأم حقه الذي شكله عبد ربه صنعاوان صنعاته. يعني الموضوع أنه كل واحد بيتخاطب نفس المخاطبة، كل واحد بيحرض نفس التحريض. أما أنك تجي تقول لي ذا الحين أو لا وأشياء دي ذا الحين أنتقل هذه الحكومة الشرعية الحكومة الشرعية ومعترف بها دوليا ومن حقها الحكومة الشرعية هي المعترف بها ومن حقها أن تشرف على هذه الوسائل الحكومية. الحكومة الشرعية يعني ما هم في صراعهم الحكومة الشرعية حكومة بحاح غير حكومة بحاح. بحاح تم عزله وتعيين رئيس حكومة جديدة من رئيس الدولة الشرعية حكومة بحاح. الحكومة إذا دخلنا ذا الحين خط ثاني، الحكومة الذي قرها قرار مجلس الأمن حكومة بحاح، لا توجد حكومة بن زغر ولا شرعية بعيدا دلوقتي. طيب بعيدا عن هذه الجزئية نعود لموضوعنا أستاذ محمد، بعيدا عن هذا الموضوع نعود لموضوعنا وهو وسائل الإعلام. أعود للأستاذ عبد الله دوبلة. أستاذ عبد الله، إذن كيف تتوقع مستقبل الإعلام، وهل فعلا ممكن بناء يعني أرضية مشتركة وأن يخرج الجميع في صنعاء وغير صنعاء والمحايدين كما تحدث الأخ محمد العماد بصوت واحد أمام الميليشيا وأمام الحكومة الشرعية من أجل عدم
يعني المساس بالإعلام والإعلاميين وترك المجال لتغطية كل ما يحدث في البلد؟ لا، بس إذا كان المتكلم مجنون المستمع بعقله، يعني إذا كان المتكلم محمد العماد فلا تكونش يعني مستمع محمد العماد أيضا. أنا أقول لك ما قال أستاذ عبد الله، أقول لك ما قال ومن حقك أن تشك ما تريد. أكيد أكيد المستمعين ليسوا محمد العماد في الأخير. نعم. المستمعين ليسوا محمد العماد. نعم. يعني هذا مؤكد. هذا كلام يعني كلام خارج السياق. عموما الحاصل في البلد تمت انقلاب طائفي وحادي الجانب. لدينا تكلم عن المعتقل، لدينا 10 صحفيين معتقلين، حسن عناب، عبد الخالق عمران واخرون لهم من سنه ونصف في المعتقلات دون سبب. ايضا المجلس السياسي الذي تكلم عنه محمد العماد، هذا اكبر مقلب في التاريخ، لا احد يعترف به. ايضا الحسين ايضا لا يعترفون به، يمارسون السلطات سلطه الأمرلاك عبر الميليشيا في جميع الوزارات ويفرضون سلطاتهم. لا توجد دوله، لا توجد اي معايير لدوله او لقانون. كل الذي يحدث الان هو جرائم. اريدك ان تفهم هذا الكلام بشير وللساده المشاهدين. كل الذي يحدث الان في صنعاء من قتل ومن تدمير للممتلكات ومن اعتقالات خارج نطاق القانون كما يسمونها، كل الذي يحدث بالاضافه الى الاستيلاء على السلطه، سرقه المال العام، هذا كله جرائم. نعم. طيب استاذ عبد الله، كيف تقرا ظاهره التعذيب الجديده التي طرات الان مؤخرا؟ استاذ عبد الله، نعم. كيف تقرا ظاهره التعذيب الذي ظهرت الان مجددا وتمارس ضد الصحفيين في معتقلات الميليشيا؟ طائفه في الاخير، انقلاب ميليشيا، ما الذي تتوقعه من ميليشيا؟ كونه يؤيد ميليشيا هذا جرم في بالقانون، هذا جرم. يعتبر محمد العماد هو مذنب. لا نقول الذي اخذه من اموال من شركه صافر او من شركه النفط، لا نتكلم عن الاموال التي اخذها، لكن وجوده بحد ذاته مع الميليشيا هو جرم يستحق عليها العقاب. نعم. حين تعود الدوله الى صنعاء سيقدم محمد العماد وامثال محمد العماد الى المحاكمه. هذا كلام يجب ان يقال. نعم. ووقت المهادنه ووقت الصداقات انتهى. نعم. طيب استاذ عبد الله، الشعب اليمني تضرر ومن حق الشعب اليمني ان يقدم هؤلاء المجرمون الى المحاكمات. نعم. هذا كلامي الاخير. طيب استاذ عبد الله، اعود للاستاذ محمد العماد. استاذ محمد، انت كيف توصف ما يتعرض له الزملاء الصحفيين في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع من انتهاك، من تعذيب، وتمارس ضدهم شتى انواع التعذيب كما يعني تحدثت الكثير من وسائل الإعلام والكثير من أقارب هؤلاء الضحايا الذين لا زالوا في سجون الميليشيا، منهم من غادر، منهم من قتل، وكما تعلم حتى استخدمتهم دروع بشرية، ليس آخرهم ما حصل لعبد الله قابل والعيزري في ذمار. أخي العزيز، للأسف نكبة الإعلام هو خطاب الأخ عبد الله، أكبر نكبة على الإعلام وأكبر تحريض بين الطرفين. لو يجي واحد نفس لغة الأخ عبد الله ويناقش نفسه، إذا كان خطاب إعلامي وخطاب نشي نخرج. طيب أجب على سؤالي أستاذ محمد، موقفك من الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين؟ موقفك من الانتهاكات؟ نعم. أخي بشير، أنت إعلامي وتعرف الإعلام أكثر مني طبعا. نعم. وطبيعي واحد يرد على الذي طرح من أول وخرج. كل هذا أنه الأخ عبد الله أولا أنه يفهم أن هو سبب من سبب الذي وصلوا له الإعلام في صنعاء، الخطاب هذا المتشنج الذي والله لا يوصل. ربما الممارسات التي مورست ضدهم هي ما جعلت عبد الله. أستاذ محمد، ربما التصرفات ويطمن إذا كان ربما الانتهاكات التي مورست ضده وضد الزملاء هي من جعلت يتكلم بهذه اللغة. إذا كان الخطاب هذا، أنا الحمد لله أقول الحكم سطر فيني في 2013 بتصفيتي، وهذا الذي تم وحرقت ودخل شظايا لبطني، ولكن لك الحمد لله كشير كتب لي الله حياة جديدة، وهذا ورحم الله محاكمتك ومحاكمة ذي حاكموا من قبلك علي عبد الله قد حاكم. إذا نعود لإجابة سؤال. نعم. نعود للسؤال. الرحمن الرحيم العدل بين الكل. نعود فيما يخص الإعلاميين الموجودين اليوم، نتكلم بصراحة فيما يخص الإعلاميين الموجود اليوم، والله أنا هذه قناعتي. أولا أنا أتمنى من المجلس السياسي الموجود في صنعاء، اعترفتم به او لم تعترفوا به، ولكن انا امام امر واقع وموجود هنا، سلطه امر واقع موجوده وسط صنعاء. انا اتمنى منهم تشكيل لجنه على ما تم الاتفاق عليه وتم ابلاغي من قيادات في بالاعلام من الطرفين، تشكيل لجنه اعلاميه
وتنظيم العمل الإعلامي وإخراج الإعلام وإخراج الإعلام من الصراعات السياسية. يجب أن يخرج الإعلام، الإعلام هو المفروض أن يكون توعية، الإعلام أن يكون تفهيم الوضع السياسي، تعقيل السياسيين. أصبح الإعلام محرض وكأنك في جمعة، في صلاة جمعة، وتتكلم عن الخلافات وكأنك في كتب دينية، ولا نعم. يوجد عندك قوانين. طيب أستاذ محمد، يعني ما طلبته الدعوة التي تقول بها أصوات نعم. الإعلامية في صنعاء أن تتكلم. نعم أستاذ محمد، الدعوة التي تقول عنها كما يقول المثل، إذا غريمك القاضي من تشارع. إذا كان السجان هو من يمارس هذه الانتهاكات ضد الصحفيين، إذن من ندعو ونناشد من ونطلب من الإفراج عن من؟ المنظمات الدولية، المجتمع الدولي، الصحفيين، النقابات، المنظمات، كل الجميع تحدث ولا حياة لمن تنادي. نعم تفضل. أخي 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 بشير، المجتمع الدولي والله لا يعمل لنا، لا لنا ولا لأحد. المجتمع الدولي هو يتاجر في القضية اليمنية، إن كان ابتزاز، إن كان غيره، إن كان منظمة أي من كانت. أنا أقول لك أنا وأنت، أنا أقول لك الآن على ما شفت أنا، لو كان تم توقيف قناة السعيدة أيام اللجان الثورية، كان سوف يتم توقيف مديرها إلى بعد عدة أشهر واستعراضا للقوة. يعني تحمل الانتهاكات القديمة محمد. نعم سيد محمد، الانتهاكات القديمة تحمل يعني ما يسمى نعم. باللجنة الثورية كل التبعات، وكانت لا تتعامل بأدنى مهنية مع كل العلاج. نعم أخطأ. نعم طيب أستاذ محمد، أخطأ كانت أخطأ ترتكب من اللجان الثورية. نعم طيب أستاذ محمد، ربما الوقت داهمنا ولم يتبقى لنا إلا السؤال الأخير. الآن مستقبل الإعلام، على الأقل أنتم الآن اللي موجودين في صنعاء، كيف سيكون إذا كانت تمارس كل هذه الانتهاكات، كل هذه الحملة الشرسة من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع في صنعاء وفي كل المحافظات التي تسيطر عليها؟ أعتقد مؤخرا هو الخطأ الذي تم قناة السعيدة وإخراجه هو اعتراف بالخطأ، لك الحمد لك الشكر. وأعتقد بأن أصوات إعلامية سوف تظهر جديدة وسوف تكون رزينة وسوف تدرك بأن لا غالب ولا مغلوب، وأن الصوت الإعلامي يتكلم، وأن لا نزايد، وأن لا ندخل الفيسبوك نكون نكتب من الأردن ومن مصر. الإعلاميين موجودين كثير في صنعاء يخرجوا ويتكلموا، أما السكوت إلى من الغالب ومن المغلوب هذا قد راح زمان. المجلس السياسي موجود، أعتقد بأنه الفرصة مماثلة للقوى السياسية والقوى والوسائل الإعلام، إن شاء الله بإني إلى ألف خير. أتمنى بأن يكون صوت ثالث، صوت ثاني، أما يعني أقل شيء جسوم على الأخ عبد الله، شكله معبالة سنة ونص، لو به واحد جنبه من الطرف الثاني، يكون في مارب، يكون في عدن. نعم. يكون في كذا، عدن نبعدها لأن أخ عبد الله هو هارب من عدن، نشوف له محافظة ثانية جنب الإصلاح، نبدأ نتفاهم في النهاية. هرب عبد الله كان في صنعاء. والله محمد. والله نعم. سنقاس أستاذ محمد، عبد الله كان يعمل في قناة يمن شباب ومن داخل صنعاء، ومنذ الانقلاب هي من أجبرته على الرحيل. بعدها أشكرك. شكرا لك أستاذ محمد. بس كلمة أخيرة أيضا للأخ عبد الله دوبلا من عمان نختم بها. أستاذ عبد الله تفضل. نريد أن نناقش تفاصيل، أنا كنت في صنعاء أو انتقلت إلى عدن ومن ثم انتقلت إلى الأردن، لكن لا أريد أن نناقش التفاصيل. لكن عموما أنا لا أحرض هنا ما قال محمد اليمدني أحرض، أنا أوصف جرائم تحصل من كل من شارك مع الانقلاب هو مجرم بحق الشعب اليمني، يجب ان يقدم للمحاكمه. هنا اقول يجب ان يقدم محمد العمادي للمحاكمه، او علي العمادي للمحاكمه، او محمد البخيتي للمحاكمه، او صالح الصمادي للمحاكمه. هؤلاء باعتبارهم انقلابيين، هذا ليس تحريض، سنقدمهم للمحاكمه، وهناك سيقول القضاء كلمته العدل. ان كانوا ابرياء سيقول القضاء، وان كانوا مذنبون يستحقون العقاب يجب ان يعاقبوا، هذا حق من حقوق الشعب اليمني، ولا يمكن لاحد ان يتنازل عنه. كل من شارك مع الانقلاب بكلمه، بخط، بصوت، باي كان، هو يجب ان يعاقب، ويجب ان يقول القضاء في كلمته. اشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي عبد الله الدوبلا، كنت معنا من عمان الاردن. الشكر ايضا للاستاذ محمد العماد رئيس تحرير صحيفه الهويه، كان معنا عبر الاقمار الصناعيه من صنعاء. والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعه، تقبلوا تحيا معد هذه الحلقه الزميل اسامه عادل، كما هي لكم من الطاقم الفني. حتى الملتقى بحلقه جديده من فضاء حر، دمتم والوطن بالف خير. السلام عليكم.